غليان في الشارع التونسي وتساؤلات متكررة عن موعد وصول لقاح كورونا، وفيما أفلحت دول عدة في توفير التلقيح تضاربت مواعيد وزارة الصحة التونسية، ولم تحدد إلى الآن تاريخا دقيقا للبدء في تقديم الجرعات. على أساس قرار التلقيح كانت باش توصل في المنتصف الأول من شهر فيفري، حاليا يتكلمون عن شهر مارس، ونحن نعلم جيدا أن الإجراءات والمعاملات والمبادلات التجارية على المستوى الدولي مع شركات عالمية ليست بهذه السهولة وبهذه المرونة وبهذه الإجابات السياسية. عناش استقرار في الحكومات متاعنا، كل مرة يبدلوا كذا واحد، والوزير ما يعرفش على روحه، معناها يخرج غدوة ما يخرجش، برلمان داخل بعضه، الامور ما تعجبش. العدوى يعني لينا احنا كاطباء، باش جدي بيان كاطباء 100%. يعني احنا ما عادش العدوى كلي عنده ديسين كلينيك يقول لك هذاك ربما راه كوفيد، تولت عدوى مجتمعيه. وضعت تونس منذ ايام منصه الكترونيه لتسجيل الراغبين في التلقيح، ازيد من 500,000 هو عدد المسجلين الى الان. وزير الصحه التونسي امام البرلمان برر التاخير في وصول التلقيح بعدم مشاركة تونس في التجارب السريرية. علاش تونس ما لقحتش إلى حد الآن كما البلدان الشقيقة؟ أولاً تونس ما شاركتش في تجارب سريرية، حيث وقت انطلقت هذه التجارب في حوالي جوان 2020 تونس وقتها ما كان عندها حتى حالة مرضية، وبالتالي المخابر ما شاركتش تونس في هذه التجارب. ستتلقى تونس أولى التلقيح ضمن برنامج كوفاكس لمنظمة الصحة العالمية. تأخر الوصول بحسب وزير الصحة لغياب تشريعات تحمي المرضى من المضاعفات الجانبية، تشريعات أنهى البرلمان المصادقة عليها هذا الأسبوع. ارتفع عدد الوفيات بكوفيد 19 ليتجاوز 7,000، وهو الثاني إفريقيا حسب عدد السكان وفق منظمة الصحة العالمية. ومع ذلك ما زال التونسيون ينتظرون التلقيح. هاشتاغ وين التلقيح يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في تونس. غليان في الشارع وسلطات صحية لا حول لها ولا قوة. فتح الفلاحي ميديا تونس.